عامله دلوقتي احتفال اللاعبين والجهاز الفني بعيد ميلاد جونيور أجاييه. عيد ميلاد جونيور أجاييه النهارده هو مش هينساه، لان النهارده بالنسبه له يوم تاريخي. النهارده بالنسبه له هو توثيق يوم عيد ميلاده مع مشاركته مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. تخيلوا جونيور أجاييه بعد 4-5 سنين من عقده مع النادي الاهلي، هو وعلي معلول دي اول مشاركه ليهم في كاس العالم للانديه. لذلك النهارده انتوا هتلاقوا فيه سعاده كبيره جدا عند عدد كبير من اللعيبه. بتتكلموا عن علي معلول، بتتكلموا عن جونيور أجاييه، بتتكلموا عن لاعب لسه ما كملش شهرين ثلاثه معانا، بدري بنون السلطان، نتمنى له التوفيق يا رب باذن الله مع النادي الاهلي، محمد مجدي قفشه القضيه. ممكن هذه التسديده كان ليها دور كبير جدا مع الفريق ان احنا نوصل لهذه المرحله ونكون موجود.